في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا مر في طريق فوجد غصن شوك فنحاه عن الطريق لئلا يؤذي المسلمين، فماذا كان من الله؟ فشكر الله له فغفر له. هذا الأجر العظيم على هذا العمل اليسير الذي قارنه حب الخير للناس والرغبة في إيصال الخير لهم والذب عنهم وإزالة الأذى.